ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيء أن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا. المادح محمد رصان المشرف على مجموعة ترانيم للمديح والسماع بجهة سوس مساء. نحن نتواجد في هذا الفضاء المميز، فضاء قصبة أكادير وفلا. جئنا لنتقاسم يعني مع عشاق المديح والسماع والذكر في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضانية جماعة أكادير التي استطاعت أن تترجم يعني البعد الثقافي لتراثنا اللامادي الشفاهي الذي هو المديح والسماع من خلال يعني سعيها المشكور في نشر ثقافة هذا التراث، تراث المديح والسماع في مثل هذه الفضاءات بحضور يعني جموع غفيرة من نخبة من المثقفين والشعراء والباحثون والمفكرون وعموم الساكنة لكي تستمتع برشفات روحية من الأمداح النبوية التي استمعنا إليها بعد قليل. والحمد لله جموع من الطلبة، طلبة المدرسة العتيقة، تسافروا بنا في هذه الليلة بقراءات قرآنية الحمد لله، ونحن نعيش مع تجليات هذا الشهر الفضيل الذي خصه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن. ونرثها ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة يكون لهم ليس كلا سيقرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. عبد الرحيم دخوش رئيس جمعية أفريقيا للتنمية والثقافة والرياضة والأعمال الاجتماعية، كما كتشوف أنه في خلال هذا الحفل هذا الديني الذي تنظمه جماعة أكادير بشراكة مع الجمعية في إطار برنامج ليالي رمضان، وبالنسبة للمصلحة الشؤون الثقافية أبت إلا أن تقوم بهذا النشاط هذا. فهذه القصبة اللي معروف أنها قصبة أكادير وفلا، وأول حفل ديني غيدار فيها بتنسيق مع مدرسة الأنزة العتيقة، لكما كتشوف أنه جات إلا تحية الذكرى عادي ديال وفاة محمد الخامس، جاتنا مع وفاة محمد ذكرى محمد الخامس، وكذلك جات باش الدار ترحما على ضحايا زلزال أكادير. كما كتشوفوا أن المدرسة العتيقة أبت إلا أن تحضر هذا اللقاء وتجيب معه 52 طالب تقريبا اللي كاين هنا في إحياء الذكرى. إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه السلام عليكم. بما أن هذا رمضان شهر ذكر شهر الروحانيات، كيسعدنا أننا نحضروا في هذه الأمسية الجميلة اللي كتنظمها المدرسة العتيقة ديال أنزا بشراكة مع المجلس البلدي ديال أكادير، وكانت أمسية زوينة بزاف، نتمنى أنها تكرر بزاف، لأن فعلا كيرتاح الإنسان في بحال هاد الأماكن، خاصة أنهم اختاروا هذا المكان الجميل هي قصبة أكادير وفلا، مكان جميل جدا وروحاني. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.